وشهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والاحتياجات اليومية للمواطن بقضاء الدجيل ارتفاعا كبيرا في الأسعار، الأمر الذي أرهق ميزانية أصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا مع استمرار الغلاء الكبير. الزميل فاضل الأنصاري والتفاصيل. شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والاحتياجات اليومية للمواطن بقضاء دجيل ارتفاعا كبيرا في أسعارها، الأمر الذي أرهق ميزانية أصحاب الدخل المحدود والعوائل المتعففة التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا مع استمرار الغلاء الكبير. حقيقة هناك ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية والفواكه والخضار، دعوة إلى الحكومة المركزية والحكومة المحلية بصلاح الدين أن تكون هناك لجان رقابية. يعني للأسف الشديد اليوم وصل سعر كيس الطحين إلى 50,000، وكذلك كيس التمن تجاوز 65,000. نطالب أن تكون هناك جهات رقابية. اليوم الفقير يواجه مشكلة كبيرة فيما يخص الموضوع المعيشي، وبالتالي هذا يتطلب من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في صلاح الدين أن تكون على حجم المسؤولية باعتبار الشرائح الفقيرة اليوم تواجه ضنك في العيش وتواجه مشكلة كبيرة في توفير المواد الغذائية. فيما طلب مواطنون الحكومة المركزية بوضع حلول أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية من خلال توفير مفردات البطاقة التموينية بانتظام وخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مع رسم سياسة اقتصادية لا تتأثر بالأزمات التي تمر بها البلاد. يشكل ارتفاع سعر المواد الغذائية في الأسواق هاجز قلق للعوائل الفقيرة. سعر كيس التمن 65,000 دينار، سعر كيس الطحين 50,000 دينار، سعر طبقة البيض 7,000 دينار، هذه كلها عوامل تأثر على المواطن الفقير. يعني الكاسب والعامل بالأجور اليومية ما عنده هاي الإمكانية وما عنده هاي القابلية أن يوفر احتياجات الطعام للبيت. نطالب الحكومة بتوفير سلة الغذائية للمواطن، عسى أن نتعينه بجزء من المصروف اليومي. كل أسواق العالم مسيطر عليها إلا بالعراق، يعني فاقدين السيطرة على المواد الغذائية. يتحكم بها تجار جميلة، أسعار خيالية، ارتفاعات بأكثر من ضعفين للمادة. على الحكومة أن تجد حل. اليوم اللي قاعد نلاحظه بالأسواق ارتفاع غير مسبوق من المواد الأساسية، من التمن والطحين. يعني أبسط شيء عندك التمن وصل 65,000، يعني مشكلة. يعني الفقير منين يأكل؟ والله مشكلة يا أستاذ. إحنا نطالب أن ننظروا بعين الرحمة لهذا المواطن، يعني المواطن راح يموت من الجوع. الغلاء يجفف مائدة العوائل الفقيرة من المواد الغذائية الأساسية مع غياب الحلول الحكومية لهذه الأزمة. لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري، قضاء دجيل.